حال المحل موجود من الخمسينات تقريبا، من اول محلات فتحت لنا بالمخيم. محل متوارث من سيدي الكبير لوالدي، والان الحمد لله رب العالمين موجود بيدي معي هان. المحل هنا كله طبعا شغل يدوي عندنا، كله تنجيد عربي قديم، كله بالخيط والابره فقط لا غير، ما عندنا شغل ماكينات ابدا، كامل مكمل صوف غنم بطن كامل، كله بلدي كله عربي، كله شغل عربي قديم. طبعاً الفرشة هي بتاخذ تقريبا وقت شغلها من ساعة ساعة ونص كامل وتكون جاهزة. لا هاي فرشة فرنجي طبعا، فرشة تخت تيجي كامل مكملة. نعم انا ابو ياسر انا شغال معنا له تقريبا 40 سنة، انا موجود في البلد هان، هو اللي علمنا الصناعة هاي. طبعا كنت شغال في مصر وجيت انا على الاردن اشتغلت هاي شغلتي، اشتغل على فرشات عربي وفرنجي سنة 83 انا موجود هون في الاردن. صف الصوف فوق وخلصوا هيك، بس لف فوق قلب بيطلع هيك كامل داخل الصوف 100% جاهز الشغل، بس بتصلح شوي بالعصاية وبيشتغلوا دغري. هسه بلش بلموا بسكروا عليه تسكير كامل، بيعبي الزوايا وبصلحوا بالعصاية كامل من جنابه كامل، عشان يصير الصوف كله مستوى واحد وجاهز للتنجيد عشان ما يغلبوش على طول.